السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. مع حضراتكم محمود الفقي. النهاردة هنتكلم عن منطقة أثار بصير، اللي هي تعتبر أهم أو أحد أهم الأماكن الأثرية في منطقة الجيزة، أو تكاد تكون أحد أهم الأماكن الأثرية في مصر كلها. قبل ما نتكلم عن منطقة أثار بصير، أنا حابب أن أنا أتطرق لنقطة مهمة جدا، وهو الاسم الحالي لقرية بصير. الاسم ده جه منين؟ أبوصير زيها زي مدن كتيرة وقرى كتيرة في مصر، الاسم مشتق من الحضارة المصرية القديمة. الاسم القديم الأصلي للمنطقة دي هو بير أوزيرس، واللي معناه منزل أو معبد الإله أوزيريس. الاسم بعد كده في العصر البطلمي اتحرف وبقى بوزيرس، ولما العرب المسلمين دخلوا مصر الاسم أصبح أبوصير، وهو الاسم الحالي اللي بيطلق على القرية. أبوصير منطقة للأسف هي مازالت لسه مغلقة أمام الزيارة، بس خلينا نتكلم مستقبلا إن شاء الله لما المنطقة تتفتح للزيارة. لو أي حد حابب إنه يجي يزور المنطقة هنا، المنطقة الوصول ليها سهل جدا. المنطقة بتقع جنوب منطقة أهرامات الجيزة حوالي 18 كيلو، وشمال أهرامات سقارة حوالي 3 كيلو. زي ما قلت لحضراتكم، في منطقة أثار أبوصير هي أحد أهم المواقع الأثرية اللي موجودة في مصر كلها، وهي بتعتبر كتاب مفتوح للحضارة المصرية القديمة. أبوصير بتحتوي على عدد كبير جدا من الأهرامات، أشهرهم طبعا صح ورع ونفر إيركرع ونفر فرع ونيوس الرع، وبها طبعا العديد من المقابر. عدد المقابر اللي موجود في منطقة أثار أبوصير هو حوالي 125 مقبرة. إحنا الجزء القادم من الفيديو ده هنتكلم عن أهم الأماكن اللي بتميز منطقة أثار أبوصير. يعني أنا عايز أزور أبوصير، إيه اللي هيخلي أبوصير بالنسبة لي منطقة جذب سياحي؟ في 5 نقط موجودين في أبوصير هيخلوا أي زائر يتمنى أنه يجي منطقة أثار أبوصير. الحاجة الأولى إن إحنا عندنا معابد الشمس، وهي معابد فريدة من نوعها، مش هتلاقيها فقط غير في منطقة أثار أبوصير. الحاجة الثانية إن إحنا عارفين إن كل مجموعة هرمية لازم تحتوي على طريق صاعد. الطريق الصاعد اللي موجود هنا في منطقة أثار أبوصير هو أجمل طريق صاعد موجود ما بين المجموعات الهرمية اللي موجودة في مصر كلها، وده لأن الطريق الصاعد ده مازال بيحتوي على العديد من العناصر المعمارية بحالة جيدة. الحاجة الثالثة إن إحنا عندنا المقبرة اللي موجودة هناك دي هي بتعود للوزير بتاع شبسس، وإن الوزير ده كان من أحد كبار رجال الدولة، والمقبرة بتاعته هي بتعد تاني أكبر مقبرة في الجبانة المنفية. الحاجة الرابعة إن إحنا زي ما إحنا عارفين عندنا آلاف المقابر موجودة في مصر، للأسف معظم المقابر اللي موجودة عندنا تم نهبها، وعندنا عدد قليل جدا من المقابر عثر عليها بحالة فريدة من نوعها لم تمس. أحد أهم المقابر اللي موجودة في منطقة أثار أبوصير اللي تم العثور عليها ولم تمس هي مقبرة يوفعة. النقطة الخامسة اللي موجودة هنا وبتدي أبوصير مركز قوة، إن إحنا عندنا كتابات عربية بتعود لعصر سيدنا عمر بن الخطاب، والكتابات دي موجودة في منطقة الأهرامات هنا. بالإضافة للسياحة الثقافية اللي موجودة في قرية أبوصير، إحنا حابين طبعا نقول إن أبوصير مش سياحة ثقافية فقط. أبوصير هي أحد أهم الأماكن اللي موجودة في مصر كلها، اللي فيها عدد كبير جدا من اسطبلات ركوب الخيل، وفيها مدارس كتيرة جدا لتعليم ركوب الخيل زي هورس كلاب. المكان اللي احنا موجودين فيه ده احد الاماكن اللي مشهوره جدا في قريه ابوصير لتعليم ركوب الخيل. وشكرا.